عليكم. غادي نصايبوا اليوم واحد الخبز دي باغيت حلوين شي شويه بالفواكه الجافه. كيجي زوين في الفطور او في الكوتي. عندي هنايا 400 غرام ديال الدقيق، غادي ندير فيها نص معلقه صغيره الملح، غادي ندير معلقه او خماره ديال الحلوه، معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، جوج معالق كبار ديال السنيده حيت بغيناه يجي شويه حلو. نخلطوا هاد النواشف مع بعضياتها، عندي هنايا معلقه كبيره ديال الزيت العادي، عندي معلقه كبيره ديال الزبيب، وعندي معلقه كبيره ونص ديال التوت اليابس. الا ما كانش التوت اليابس ديروا نوعين من الزبيب، ديروا الابيض وديروا الاسود. هذا المشماش حاولوا تقطعوه طريفات طويله بحال هكا، رقيق، غادي يجي المنظر ديالو زوين. وغادي نزيدو الماء، نبقاو نخلطو حتى تشوفوا كيفاش العجين خصو يكون عندي، يكون ماشي جاري وماشي مجموع، يكون العجينه تكون مطلوقه بزاف. هاد الخبز ما كيتعلكش، ما فيهش تماره، سهل جدا، غير هو كيخمر مده طويله. تقدروا نصايبوه في الليل ونعسوا ونوضوا لغد ليه عاد نطيبوه. المهم خصو يبقى يخمر على الاقل 6 سوايع او 8 سوايع. دابا انا عندي الصباح، غادي نطيبو في العشيه. صافي كنخليوها بحال هكا العجين مطلوق، صافي كنخليوها بحال هكا العجين مطلوق، وكنغطيوها بالبلاستيك ونخليوها في شي مكان دافي، ولا كان البرد نديرو فوقها شي زيف نخليوها. احسن يستحسن انني نبدلها من هنايا ونديرها في شي صحن ديال بلاستيك. لان البلاستيك كيساعد على الخميره بسرعه. ديرلو شويه دقيق، حنا ماشي ضروري نجمعوها او نكوروها او حتى حاجه، غادي نخليوها هكايا طلع مزيان على الاقل كيف قلت مده 6 سوايع. يستحسن انكم تصايبوه بالليل والصباح عاد طيبوه. نرجعوا باش نشوفوا ملي غادي يخمر كيفاش غادي نصايبوه. العجين ها هي خليتها 8 سوايع، نحطوها بحال هكا، درت شويه ديال الدقيق، غادي نديوها ونجيبوها في شويه ديال الدقيق بحال هكا. غادي نصايب دي باغيت صغار، يعني غنقسم هاد العجين على نقسمو على 6 مثلا، وغادي نقادو ليهم القياس. اولا غادي نكوروهم هكايا، نديروهم كريسات بحال هكا،
مهم باش يكونوا نفس القياس، حاولوا ديروهم نفس القياس اللي كيبان لكم شويه زايد نقصوا منه. غادي نبداو نلفوا لي باكيت ديالنا. نقرصوهم، حاولوا ديروا الدقيق باش ما يلصقوش بحال هكا. الطريقه ديال اللف ديال الباكيت معروفه، غادي نديرو هكا ونعاودو نلويو هكا ونعاودو هكا هكا، نجيو للاخر ونلاقيو هذوك الاخر ديالو مع العجين اللي لتحت، نديرو ليهم هكايا. دائما الاخر تيكون رقيق والوسط كيكون غليظ شويه، ونحطوهم في اللاطا. نعاودو نصايبو، نكرسو مزيان هكايا، جينا راه رطبه جاريه. غادي نديرو هكا هكا كيف قلت لكم، حنا كنلويو بحال هكا، نجيو في الاخير ونلصقوهم بيدينا. عجين راه دغيا كيلصق، حنا نلويو نروليو الاخر اكثر من الوسط باش يجيونا بحال هكايا. نبقاو غاديين حتى نكملو الخبيزات ديالنا كلهم. هكا ستفتهم في اللاطات، غادي نخليهم يزيدوا مازال يخمروا شويه واحد نص ساعه اخرى عاد نطيبوهم، باش نقول لكم الطريقه ديال الطياب كيفاش. بعد ما خليته خمر نص ساعه تقريبا، شعلت الفرن على درجه 450. دابا غادي نزوقو من الفوق. صراحه ما كاينش ما احسن من لاغازواغ، هي اللي كتحل الخبز مزيان، واخا كنجرب الموس ماشي بحال لاغازواغ. غادي نحلوهم مزيان، غادي نديرو ليهم شويه ديال الدقيق بحال هكايا. كيف قلت الفران شعلته على درجه 450، غادي نديرهم في الوسط، ولكن لتحت الحديده اللي فوق العافيه غندير فيها طاوه خاويه تكون غارقه شويه. غادي ندخل الباكيت وغنخوي فيها المطايب ونسد، ونتسنى واحد نص ساعه حتى ل 40 دقيقه عاد نحل باش الباكيت يجينا قاصح ومقرمل زوين. من بعد ما طابوا لي باكيت كيجي بحال هكا قاصحين مقرملين. كيف قلنا طريقه الطبخ ديال الباكيت والطياب ديالهم في الفران هي مهمه بزاف، انكم ديروا الطاوه من تحت فيها الماء سخون باش داك البخار اللي كيطلع منها هو اللي كيعاون الباكيت باش كيجي ناجح. نخليه يبرد شويه ونقطعوه من الداخل نشوفوا كي غيجي. بعد ما بردوا لينا شويه نقطعوهم، كيجيو بحال هكا كيبانوا فيهم لي فخوي الساك اللي درنا، كيجي رائع مع الكونفيتير سواء فطور او لا غوتي. نتمنى تعجبكم الوصفه، جربوها وشكرا على المشاهده. حقيقه رائع. حلو شويه، كيجي زوين مع الكوفي وهذوك الفروي، باردون لي فروي ساك، عطاو واحد النكهه زوينه.